قليلة القادمة بداية من يوم الجمعة إن شاء الله أجواء مغشاة تقريبا على جل المناطق الشمالية. دائما تواصل لتساقط الأمطار على شكل زخات رعدية على منطقة تندوف، درجات الحرارة في استقرار. خلال نهاية الأسبوع إن شاء الله دائما أجواء مغشاة على الوجه الوسطى والشرقية، لكن ضمن تيارات غربية جنوبية غربية سحب ستنتشر تكون ماطرة إن شاء الله، أمطار على شكل زخات رعدية أحيانا معتبرة على منطقة تندوف، منطقة الصورة، كذلك الهضاب العليا الغربية، هبوب رياح قوية على الوجه الساحلية الغربية، درجات الحرارة في استقرار. خلال يوم الأحد إن شاء الله بداية الأسبوع ننتظر دائما سحب ستنتشر على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية، أقول سحب النوع العالي، لكن سحب سفلى أحيانا كثيفة على الوجه الغربية مرفوقة بأمطار على شكل زخات رعدية على الجنوب الغربي، درجات الحرارة تتراوح ما بين 12 درجة إلى 28 درجة من الشمال نحو الجنوب.